السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم يا أخوة منذ فترة انقطاع طويل نوعا ما. طبعا اليوم سوينا إن شاء الله حاضنة ليف. هذه الحاضنة الليف أنا مسويها مخصوص. الليف من النباتات اللي نجد صعوبة في تشتيلها، نسبة نجاحها يعني تقريبا 60-70-80%، لا تكون 100%. هذه شتلة الليف، طبعا عملنا لها حاضنة مبسطة عن طريق الأنابيب التي نستخدمها في الري. عبارة عن تجميع قطع على سبيل، هاي هون عندك التي مثلا، هون في تي بالأسفل، هون في كوع تحت، هون في كوع، فبنعمل هيكل كامل بشكل حاضنة، ومن ثم نغطيه بكيس مشمع، كيس جيلاتين بهذا الشكل، ونأتي بنفس هذه نفس انبوبة الري، بنقصها بهذا الشكل وبنعملها كداعمة بهذا الشكل، تصبح مثل الملقط. فنستطيع أن نستغل أنابيب الري بعمل حاضنة صغيرة متواضعة بهذا الشكل. اللي في أخوة كثير من الأخوة يزرعونه، يعني في آراء كثيرة، في من يقول إنه يجب تثويمه كي تقوى النبتة، والتثويم ليس ضروري، التثويم نستخدمه في الري عن طريق كيس به حبات ثوم، كيس نستطيع أن نعمله بأيدينا، كيس شبك نضع به رأس ثوم مقطع، ومن ثم نزرع بهذا الشكل. نضع الليف في هذه الكوب، ومن ثم ننقله إلى النظام المائي بهذا الشكل. الآن نحن سبقنا نوعا ما قبل فترة زرعنا ليفة، ليفة ما شاء الله قوية، هذه ليفة وعملت لها ثقب في الشبك. انظروا هلا هذه الجزء فوق الشبك يا إخوة، هذا يمتد فوق الشبك من هون، عملنا له ثقب كما تلاحظون، نموها سريع جدا. طبعا هذه احنا بنتكلم عن ليفة الحمام يا إخوة، هذه مركزها. طبعا يا إخوة يعني لو بتلاحظوا هذا الأنبوب مثلا طوله 2.5 متر، هذا الأنبوب طوله 2.5 متر، 2.5 متر نستطيع أن نزرع فقط نبتتان من الليف، فقط نبتتان لا أكثر. الليف يمتد جذره في الماء كثيرا، طبعا نستطيع إذا كان جذره تقريبا 3 أشبار، إذا وصل أكثر نستطيع أن نقصه ومن ثم يعني يرمي شرش طويل، يعني ينمو بشكل مخيف جدا الليف. يعني أقول الليف يا إخوة إذا حابين تزرعوا ليف، الليف من أنجح النبات في الزراعة المائية. طبعا هذه النبتة هي عبارة عن، طبعا هذه البقع ليست، هي عبارة عن رش ورقي، ليست مرض، هي رش ورقي، بقع رش ورقي يعني بقايا الأملاح. أقول هذه النبتة هي بذور تحصلنا عليها من النبتة الأم وزرعناها مرة أخرى، والحمد لله ناجحة ممتازة بشكل ممتاز، يعني نسبة نجاحها كما تلاحظون هذا المستر الصغير كما قلنا. طبعا أخذت منه كثيرا، يعني 1 2 3 4 5 6 7 ليفات، يعني ممتاز جدا وهو يصعد بشكل يومي. هنا في نبتة امبارح كمان طالع معنا، شيء ممتاز جدا. هون كمان يا إخوة، هاي هون عندنا نبتة الليف، هذه نبتة الليف، هنا بلشت تعطي العقد الزهرية. النمل يعشق الليف، يعني هنا بنلاحظ هناك نمل صغير يتغذى على الليف. هاي طبعا هذه أفعال طيور، شايفين يا إخوة أفعال الطيور، ولكن الليف إن شاء الله أقوى من ذلك. هاي الليف يا إخوة مثل ما أنتم شايفين، هاي هنا بداية ظهور ثمرة الليف، هذه الصغيرة هنا. وأنا طبعا كله ليف عندي، يعني بنفصل كمان شوي، بنفصل عشان ما يصيرش الجذر يضايق بعضه.